وسط تل حملة النظافة التي تقوم بها بلدية أنجمينا لتنظيف الشوارع والأماكن العامة بعد التوجيهات فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو التي أصبحت حديث الساعة. وقفت الحملة هذه المرة بالسوق المركزي لمدينة أنجمينا، وذلك بدءا بالمدخل الجنوبي للسوق إلى أماكن بيع الخضروات واللحوم. وعليه فقد أشارت العمدة مريم جميع عبيد بأن هذه الحملة تدخل ضمن أنشطة البلدية، كما أنها تشمل جميع الأسواق. قالين اليوم جينا ده عشان ندور نتابعوا الحملة هنت النظافة دي، هل هنا في السوق القاعدة ولا ما فيها؟ وفالحمد لله جينا لقينا نفس الخدمة القاعدة سواء كان آخر ده هنا في السوق الكبير كله شغل كنت تقول إن ده فوق وساخة بالزيادة كهنا يومين ولا ثلاثة ما مرغودة ما في الوساخة شفتوها دي هن أمس بس. أما ممثل مناديب السوق المركزي أنبد محمد فقد أشار هو الآخر بأن إدارة السوق أخذت كل التدابير لمساعدة البلدية وذلك لنظافة السوق. اللقاء التوجيهي الذي عقده فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع عمد البلديات العشر للعاصمة أنجمينا هث جميع العمد بالقيام بعملهم، إلا أن الزمن الذي حدد من قبل السلطات العليا لم يسعف البلديات من إتمام المهمة.